برأيك شو أهمية التبادل الخبرات الدولي بين القوات التقدمية سواء على مستوى عربي سواء على مستوى دولي؟ أعتقد هذا أمر مهم جدا، لأنه هناك تغيرات على مستوى العالم ككل، وأصبح العالم قرية مترابطة، وبالتالي أي تجارب في هذا البلد أو ذاك تفيد إجمالي القوى، خصوصا القوى التقدمية واليسارية التي تعيد بناء وتجديد الفكر اليساري على ضوء تجاربها المحلية، وبالتالي هذا التضامن أو التبادل في الخبرة والتفاعل المشترك يثري الخبرة المحلية والخبرة الدولية ويعزز قوى التحرر والقوى المعادية للإمبريالية في أن تؤثر بشكل أفضل في سياساتها المحلية والدولية. مؤسسة غوزا لوكسمبورغ هي مؤسسة ألمانية يسارية، برأيك شو الدور اللي المؤسسة ممكن تلعبه هون بالمنطقة شمال إفريقيا أو بالعالم العربي بشكل عام؟ أنا برأيي كل ما لعبت دور في فتح مجال تبادل الخبرات والمعارف والعلاقات بين قوى اليسار سواء في العالم العربي أو في أوروبا أو في بلدان العالم المختلفة، كل ما كان هذا تميز مهم، لأنه لا يوجد الآن أصلا مراكز لليسار ولا يجب أن يوجد بهذا المعنى، وبالتالي يصبح دور المؤسسات التي تسهل تفاعل وتبادل خبرات اليسار هو دور مركزي ومهم، ويمكن أن تؤثر روزا بشكل أساسي فيه. هلا إذا بنعطيك فرصة تعبر عن مطالبك اتجاه الأحزاب الأوروبية اليسارية، شو مطالبك اتجاه كل الأحزاب؟ فيما يخصنا احنا كفلسطينيين نحتاج لدور متزايد لقوى اليسار باتجاه الضغط على إسرائيل عبر برامج لضغوط دولية خصوصا في أوروبا بما فيها في مقاطعة إسرائيل وغيره، كي تلزم حكومة إسرائيل بحل يقوم على قبول دولة فلسطينية وبالتالي حل الدولتين. شكرا مسام، هذا هو